أهلا بك. تريد إحداث تغيير، تريد إجراء تغيير في مجال من مجالات حياتك، تريد أن يكون هذا التغيير مرئي وملموس، يمكن في مجال العمل والمال، تريد اكتساب الأكثر من المربح، يمكن في علاقاتك، تريد جذب الشريك المثالي أو يمكن تحسين نوعية علاقتك الحالية، أو يمكن تريد أن تكتسب صحة أقوى والأكثر من النمو الروحاني في أي مجال من مجالات حياتك اللي أنت تريد أن ترى فيها التغيير. ما يجب عليك فهمه هو أنه لن يحدث التغيير حتى يحدث أولا تغيير في النمط. النمط. لهذا السبب أشاركك في هذه الفيديو اليوم لكي تتعرف ونتعرف معا على النمط، ما الذي يحد، ما الذي يثبت، وكيف نغيره من أجل التحصل على النتائج المرغوب فيها. إذن فلنبدأ هنا. ما هو النمط؟ ما هو تعريفنا بالنمط؟ النمط هو مجموعة من العادات، مجموعة من العادات المبرمجة في عقلك الباطن. هو هذه المجموعة من العادات المبرمجة في عقلك الباطن دون وعيك، والتي هي تتحكم في سلوكك. هالعادات المبرمجة في عقلك الباطن تتحكم في سلوكك بصفة تكاد تكون حصرية، بصفة تكاد تكون كلية. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه مغلب سلوكك هو اعتيادي، مغلب سلوكك هو سلوك مطابق للنمط، لأنك عندك نمط مختلف لكل مجال مختلف من مجالات حياتك. في مجال المال والعمل عندك نمط، في مجال العلاقات لديك نمط محدد، وفي مجال النمو والصحة لديك نمط آخر محدد. يعني لدينا أنماط مختلفة في المجالات المختلفة في حياتنا. باهي، توا ما الذي يؤثر على هذه الأنماط، النمط أو النموذج بارادايم؟ ما الذي يؤثر على هذا النمط ويثبته في مكانه؟ يعني ثبته، يعني خليني نكون عندي هالنمط المحدد هذية وليس نمط آخر. الذي يثبته في مكانه هما ثلاثة أشياء. اللي حدد النمط هما ثلاثة أشياء. أولا الهوية، إحساسك بالهوية. إحساسك بالهوية يعني كل ما تضعه بعد عبارة أنا. أنا ماذا؟ يا هل ترى أنا نشط أم أنا غير نشط؟ يا هل ترى تقول أنا شره أو أنا جسمي هكذا، جسمي لا يتغير، حاولت انقص الوزن لكن هذا هو جسمي لا يتغير. كل ما تضعه بعد عبارة أنا، أنا متحفز طبيعيا، أنا لا أجد التحفز، أنا لدي كذا، أنا ناجح أو أنا أقوم بالكثير من الأخطاء أو أنا هاد به. أي عبارة تضعها بعد أنا هي تصبح حقيقتك، هي تصبح هويتك الشخصية. فإذا كان أنت تقول أريد الإنقاص في الوزن لكن تستعمل عبارة كيف ما أنا شره أو أنا أحب أكل الحلويات، فطبيعي أنه هذا سيجعل من الصعب أنك تحقق تغيير في المجال هذا وأنك تغير النمط اللي عندك به. إذا كان أنت تقول أنا إنسان أريد أن أكتسب الأكثر من الاسترخاء ومن الهدوء لأني أنا أحس بالتوتر، أنا متوتر أو أنا استرسي، هذا يجعل من الصعب أن نحدث تغيير في النمط. فحذاري من كل ما تضعه بعد كلمة أنا. اختار أنك تضع كلمات اللي هي تعطيك إحساس بهوية قوي، إحساس بالانتماء إلى هوية أقوى، مثل أنا ناجح، أنا نشط، أنا إنسان متحفز، أنا إنسان جيد في التعامل مع الناس، أنا إنسان جيد في التعامل مع المال. هذه هي العبارات التي أنت تستطيع أنك تختارها من أجل إحساس بهوية قوية. ثاني نقطة، ثاني شيء اللي هو يحدد، اللي هو يثبت النمط في مكانه، هي الاعتقادات. يعني اعتقاداتك، ما هي اعتقاداتك؟ حاول هكا أنك
تنظر لها أنك تكون كالملاحظ اللي سلط الضوء توا على اعتقاداتك. تسأل ما هي اعتقاداتك؟ إذا كانت لديك اعتقادات من نوع كسب المال شيء صعب ويستلزم الكثير من الجهد والعناء، فطبيعي أنك ستجعل تجربة اكتساب المال ليست سهلة، وستكون دائما لديك نقطة محددة، يمكن هي النقطة الحالية التي تجد فيها مستوى الدخل متاعك يعني على ما هو عليه. لماذا؟ لأنه اعتقادك محدود، اعتقادك في هذا المجال محدود، يعني ليس بالصحيح وليس بالضرورة أنه اكتساب المال أمر مضني أو أمر متعب أو صعب، ليس بالضرورة وليس هذا صحيح. به يمكن يكون لديك اعتقاد من نوع، خلنا ناخذ مثال في العلاقات، جذب الشريك المثالي، جذب الشريك الذي أحلم به شيء صعب، لأن المواعدة، مواعدة امرأة أو رجل صعبة، والأشخاص الرائعين كلهم منشغلين، كلهم مشغولين، يعني تم أخذهم. هذا من نوع الأفكار التي لا تسمح لك أنك تتخذ نمط جديد، أنك تصنع تغيير. لماذا؟ لأني فكرة محدودة، فكرة محدودة ما تسمح لكش أنك تنفتح على كل الفرص التي هي ستأتي، الفرص التي هي ستأتي أمامك وستجد نفسك فيها، لكنك لست ستراها عندما تكون لديك من يعني من هذه أو مثل هذه المعتقدات. به دونك المعتقدات هذه اللي انت تتبنيها تصبح افكار ثابته، وتصبح هي النظاره التي انت تنظر من خلالها الى عالمك الخارجي والى زاد نفسك كذلك. به الان النقطه الثالثه، الشيء الثالث اللي هو يحدد النمط الذي لديك، الحاجه الثالثه بعد الهويه وبعد اعتقاداتك، هي كيف ترى العالم، كيف ترى العالم وليس العالم، كيف أنت تراه العالم، الطريقة التي أنت ترى بها العالم. يقول هنا ألبير أينشتاين قولة رائعة، يقول أنه من أهم القرارات التي تتخذها في حياتك هي كيف ترى هذا العالم، كيف ترى هذا الكون. يا هل ترى العالم على أنه عالم ودي أم عالم معادي؟ فإن كنت تراه على أنه عالم معادي، تجد نفسك تقول أنا لا أستطيع أن أثق بأي شخص، لا أثق بالأشخاص الآخرين، لأنه ليس هناك من يساعدني، وليست هناك فائدة في تقديم الإفادة أو في تقديم شيء أضيفه، لأنه الآخرين لن يساعدونني. فهذا يبين أنك ترى العالم على أنه عدواني. لو كان ترى العالم على أنه ودي، حينها تقول أشياء مثل إذا اشتغلت الشغل الصحيح فضروري أنه هذا العالم سيكافئني المكافأة الكبرى والمكافأة الصح، العالم يساندني، الآخرين موجودين لإعانتي، وأنا أستطيع أن أثق في كل من هم حولي. يعني هذه هي الطريقة التي أنت تختار يمكن أن ترى بها العالم، فضروري أنك تصبح واعي، لأن هذه من أهم القرارات التي أنت تتخذها في حياتك والتي ستحدد النمط الذي لديك، ثم النتائج الذي أنت التي ستتحصل عليها أم لا. به. بعد أن تعرفنا على العوامل اللي هي تحدد النمط الموجود لدينا والأنماط الموجودة لدينا في المجالات المختلفة من حياتنا، نريد الآن أن نعرف يا هل ترى كيف نمحي النمط، أو كيف نتخلص من، يمكن هذا هو السؤال الذي أنت تتسائله الآن. أريد أن أقول لك أنه لا نتخلص من هذه الأنماط، لأن الأنماط ضرورية لنا أحنا البشر، النمط ضروري. يعني مثلا النمط ضروري لكي تتعلم القيادة، أنت تصنع نمط، ثم النمط ضروري لكي تتقن القيادة، ثم في مرحلة ثالثة النمط ضروري لكي تقدر أنك تقوم بمحادثة
أثناء القيادة. النمط ضروري، ضروري مثلا لعزف آلة موسيقية، ضروري أنك تكون نمط. وأنا ديما أذهل للموسيقارين والعازفين المهرين اللي هما يعزفوا سمفونية كاملة. كل هذا والإلقاء، إلقاء خطاب أو محاضرة كاملة مسترسلة، كل هذا يحصل لماذا؟ يحصل لأنه لدينا هذا النمط. فالنمط ضروري لنا احنا البشر لانه يسهل علينا الاشياء. به عنا انماط ايجابيه وعنا انماط سلبيه. لدينا انماط طبيعيه موجوده فينا، هي انماط ايجابيه، كما زاد لدينا انماط سلبيه. نجم يكون لديك مثلا نمط انك عندما تستيقظ من النوم تستيقظ وانت متحفز وناشط وتقول هذا يوم جديد سانجز فيه وساحقق فيه وساتمكن من اني يعني اقدم حقبه جديده نحو تحقيق احلامي. او يمكن تستيقظ في الصباح اول ما تفعله هو انك تضغط على زر المنبه لكي يعني تجعله في مود سنوز باش تتمكن من أنك تاخذ بعض الدقائق الإضافية في النوم لأنك مركز اهتمامك على هذا اليوم الجديد اللي هو فيه أكثر مصاعب وأكثر مشاغل وأنت لا تريد أن تقوم بها. يعني نوعية اهتمامك هنا يدخل معناها لهنا الضوء نسلطه على نوعية اهتمامك. أين يمكن تركيزك من نوع سلبي أو يمكن تركيزك من نوع إيجابي؟ النمط سيكون مطابق لنوعية الاهتمام الذي هو لديك. به نريد أن نتعرف كذلك على الكيفية، أو كيف يأتي هذا النمط، كيف أنت تصنع هذا النمط أساسا، يعني قبل الهوية والاعتقادات وكيف ترى، يعني كيف يأتي هذا النمط وكيف نصنعه احنا البشر. هو من خلال، يتكون من خلال ما يقوله الناس إلينا، من خلال الآباء، من خلال التربية التي تتلقاها، من خلال المعلمين، من خلال الأصدقاء، من خلال يعني المحيط الذي هو الدائرة الاجتماعية المحيطة بك. هذه هي كل هالعوامل اللي هي تكون هالأنماط. يمكن حتى يتكون النمط من خلال الكلمات اللي تستمع لها في أغنية، يعني في أغنية موسيقية، الكلمات اللي هي أنت تستمع لها قبل سن الثامنة، هذيك تصبح نمط. قبل سن الثامنة ليست لديك القدرة على أنك تنتقد ما تسمعه، فأنت وكأنك تتقبل كل ما تسمعه على أنه حقيقة. الكلمات اللي نسمعوا لهم في الأغاني قبل سن الثامنة كذلك يصبحوا من الأنماط اللي نتبنيوها فيما بعد في حياتنا على أني حقيقتنا. به توا فهمنا كيف تتكون الأنماط، نريد أن نفهم كيف نغير النمط الموجود في أي مجال من مجالات حياتي من أجل ما أنك تتمكن من إحداث التغيير والنقلة النوعية اللي أنت تحلم بإحداثها. به لكي نتعرف على الخطوات اللي باش تمكنك من تغيير النمط، لا بد أن نتعرف أولا على الفرق ما بين العقل الباطن والعقل الواعي. يعني نحب نتعرفوا على الفرق ما بين العقل الواعي والعقل الباطن. العقل الواعي أولا، العقل الواعي هو اللي مسؤول على التفكير، مسؤول على أخذ القرارات، هو المسؤول على قدرتك على الحل المشاكل. بينما العقل الباطن هو ليست لديه أي دخل في التفكير، لا يفكر، وإنما هو يأخذ المعلومات مسلمة كما هي. أي؟ لكن هو الذي لديه ذاكرة العضلات، عقلك الباطن لديه ذاكرة العضلات، ذاكرة الجسد إن رغبت. به ماذا يعني ذاكرة العضلات؟ يعني مثلا عند القيادة تجد نفسك تقود ثم تصل إلى المكان الذي أردت أن تصله دون تفكير، تقول كيف وصلت، لم أفكر. هذه ذاكرة العضلات أو ذاكرة الجسد اللي هي عن طريق عقلك الباطن وصلتك إلى هذا المكان. يمكن كذلك في عزف
معزوفة موسيقية أو في القيام بحركات رياضية. هذه كلها أشياء أصبحت تقوم بها بصفة أوتوماتيكية. عندما نقول أوتوماتيكية نقول أنه عقلك الباطن من خلال ذاكرة العضلات هو الذي يقوم بهذه الأشياء هذه من غير ما تستوجب أي تفكير واعي من قبلك. به الآن اللي فهمنا يعني الفرق ما بين العقل الواعي والعقل الباطن، نريد أن ننتقل إلى المرحلة الهامة في حوارنا هذا، والمرحلة الهامة بطبيعة الحال هي كيف تغير النمط الموجود. كيف نغير هذا النمط اللي ذكرنا العوامل اللي هي ساهمت في إثباته في مكانه، واللي هي حددته، واللي هي كونته. بعد ما تعرفنا على هذا الكل، نريد أن نتعرف على كيف نغير هذا النمط بنمط جديد، نمط هو من نوع اللي يسمح لنا من تحقيق التغيير والفرق الإيجابي الذي نريد صنعه في حياتنا. به أول خطوة، لأني سأقولك سأشاركك في ثلاثة خطوات. أول خطوة من أجل تغيير هذا النمط، أول خطوة هي أنك تقوم بملاحظة النمط السلبي. ملاحظة النمط السلبي، لأنك تدرك أنه لا نستطيع أن نغير أي شيء قبل أن نلاحظه. فأنا شاركتك في هذه المعلومات من أجل ما أنك الآن تستطيع أنك تلاحظ ما هو النمط السلبي الذي لديك في مجال العمل والمال. ما هو النمط السلبي الذي لديك في مجال العلاقات؟ ما هو النمط السلبي الذي لديك في مجال الصحة والنمو الروحاني؟ ما هو النمط السلبي الذي لديك؟ شنو هو النمط السلبي الذي لديك دون أن تكون واعي به إلى حد الآن؟ من أجل ما أسهل عليك هذه المهمة، أريدك أن تستعين بهذا السؤال. السؤال هو: ما هي العوائق أو النقائص التي تمنعني من الوصول إلى ما أريد؟ ما هي العوائق أو النقائص التي أراها بنفسي، اللي تراها في نفسك أنت؟ العوائق هذه مش في العالم أو خارج عنك. ما هي العوائق أو النقائص التي أراها بنفسي والتي تمنعني من الوصول إلى ما أريد؟ عند الإجابة على هذا السؤال، قم بقائمة، كتابة قائمة في ثلاثة أشياء، يعني ثلاثة أشياء اللي هي بالنسبة لك هي العوائق التي تمنعك من الوصول إلى ما ترغب إليه. به الآن بعدما حددنا النمط السلبي، نستطيع أن نمر إلى الخطوة الثانية، والخطوة الثانية هي إنشاء بيان هوية جديد. إنشاء بيان هوية جديد. ما الذي أعنيه بإنشاء بيان الهوية الجديد؟ يعني هذا هو النمط الذي ستتبناه من هنا فصاعدا لكي تحقق التغيير في المجال المرغوب فيه. به كيف سنفعل من أجل إحداث، من أجل إنشاء هذا البيان الجديد؟ أول خطوة سنقوم بها هي أنه نطرح توا سؤال مختلف. تتذكر ما هو السؤال الأول؟ هو ما هي العوائق التي تمنعني من الوصول إلى ما أريد؟ توا عكس، ما هو عكس هذه العوائق؟ ما هو عكس هذه النقائص التي تمنعني من الوصول إلى ما أريد؟ ما هو عكسها؟ بطبيعة الحال الآن عندما تفكر وتكتب عكسها، ستجد أنك تكتب في إيجابيات، ستجد أنك تكتب في نقاط ومواضع قوة، مواضع قوة بناء على النقائص التي أنت لاحظتها. الآن حددنا مواضع القوة، هذه المواضع القوة الثلاثة هي التي تستحق تركيزك،
هي المواضع القوة التي أنت بصدد اكتسابها من الآن. فكيف لي أن أكتسب موضع القوة هذا؟ كيف لي؟ يمكن من خلال تكوين، يمكن من خلال قراءة كتاب، يمكن من خلال أني أستعين بمرشد كوتش. كيف لي أن تصبح هذه النقطة موضع قوة؟ الآن اللي أنت أنشأت بيان الهوية الجديد من خلال هالثلاثة نقاط هذوما يصبحوا يعني نقاط القوة، الأشياء التي أنت تريد من هنا فصاعدا أن تعرف بها نفسك. يعني مثلا أنا إنسان أتمتع بصحة جيدة. مجال الصحة خليني أقول لك اللي هو من المجالات اللي الناس كثيرا ما يعتقدوا أني شيء خارج عنهم. أرى الكثير من الناس اللي هما يستشيروا طبيب ثم طبيب آخر ثم طبيب آخر ويسافروا إلى طبيب مختلف، علش على خطر يظنون أن الصحة هي شيء خارجهم، خارج عنهم، وقت اللي هي الصحة أولا وأساسا شيء بداخلك أنت. أنت الذي لديك أداة التحكم، أنت الذي تتحكم في صحة جسدك، في صحتك، يعني صحتك الجسدية. أنت الذي تتحكم في ما الذي تضعه في جسدك، نوع الغذاء إن كان صحي أم لا، هذا هو اللي يسمح لك أنك تستثمر في صحتك به. يعني مثلا تحديد الهوية، لهنا بيان الهوية الجديد، يمكن يكون بأنك الآن تريد أن تركز على العيش في الحاضر وليس العيش في الماضي مثل ما كنت تفعل في السابق، أو يمكن اليوم تريد أنك تركز على الذي ترغب فيه، ترغب أنك توصله وليس تركز على ما لا ترغب فيه. تريد أنك تركز على الموجود وتمتن وتكثر من عبارات الامتنان والشكر والحمد، عوضا على أن تركز على ما هو ناقص وما هو غير موجود في حياتك. هذا هو بيان الهوية الجديد، ما هي الأشياء التي أنت اليوم تريد أن تضمها إلى هذه الهوية التي أنت تريد أن تتقمصها من هنا فصاعدا. هذه كلها عوامل خليها تكون موجودة في بيان هويتك الجديد. أنا ناجح، أنا أتمتع بالصحة، أنا إنسان نشط، إلى ما إلى ذلك. توا ثم شيء مهم جدا أريد إضافته، والشيء هذا هو عندما أنت تأتي بهذه العبارات وتقولها لنفسك، أنا إنسان نشط، أنا إنسان أجيد التعامل مع المال وأجيد التعامل مع الناس، يمكن ستلاحظ نوعا ما من المقاومة، وكأنه أنت تقول الشيء هذا وكأنه عقلك يقول لك غير صحيح، أو غير صحيح، أنا لست ثابت أنك بالحق إنسان نشط، أو يعني تحس نوع من المقاومة وكأنك تقول شيء لنفسك وتحس اللي أنك ماكش، لست مصدق، لست تصدق أنت أساسا ما تريد أن ترسخك هوية جديدة. عندما تلاحظ هذه المقاومة أريدك أن أولا تكون واعي بها، وثانيا أن تقول لنفسك، هنا المقاومة هذه تعني أنه الأهمية المطلقة والأهمية الكبرى ليست في الكلمات وإنما في المشاعر. المشاعر عندما تقول الكلمات، الأهمية هي في المشاعر التي تفرزها هذه الكلمات. يعني عندما تقول أنا متحفز، أنا نشط، أنا أجيد التعامل مع المال أو أجيد اكتساب المال، عندما تقول هذه الكلمات أو العبارات، ما الذي تشعر به؟ المشاعر الكامنة هي التي تهمنا وليست الكلمات. فإذا أنت قلت هالكلمات هذه ولم تحدث هالمشاعر هذه، يعني مشاعر من نوع إيه، هذا هو ما أريد، هذا هو ما أريد، نسختي المستقبلية، نسختي الحالية، أن تتقابل، أن تتناسب معاه، هذه هي الأشياء اللي هي تمثلني من هنا فصاعدا. إذا كانك أنت وجدت مقاومة ما لوقتها، هذه هي الطريقة اللي أريدك أنك تستعملها، عوضا عن مجرد إلقاء أو مجرد يعني قول العبارات،
عوضا عن عبارة أنا نشط أو أنا أجيد التعامل مع الآخرين، عوضها بكيف، كيف أنا إنسان نشط. يعني تكون سؤال كيف أنا أجيد التعامل مع الآخرين، كيف أنا أجيد اكتساب الأموال، كيف أنا أجيد فن المخاطبة أو فن الإلقاء، كيف أنا. وقت اللي أنت تستعمل العبارة على شكل سؤال، يعني تقلب العبارة هي بدها في شكل سؤال exclamation، عندها ماذا 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 يقع؟ العقل يريد أن يعطيك الأمثلة الآن. العقل أصبح منشغل بإيجاد الأمثلة، فعقلك توا يذهب إلى كل مكان من أجل إيجاد الأمثلة. كيف أنت نشط؟ نعم، أنت نشط لأنك في هذه المرحلة قمت بكذا وكذا، أنت تجيد التعامل مع الناس لأنك في هذه التجربة قمت بكذا وكذا. فهذا هو كيف نتعامل مع المقاومة. فإذا وجدت مقاومة عندما تستعمل هذه العبارات، فأرجوك استعمل الطريقة هذه، وعوضا عن قول العبارات استعمل هذه الطريقة والتي هي قلبها إلى سؤال، واطرح السؤال على نفسك. به توا نتعديو ونمر إلى الخطوة الثالثة بعد الخطوة الأولى واللي هي النمط السلبي. حددنا النمط السلبي، بعد ذلك أنشأنا بيان الهوية الجديد الذي نريد إرساخه. الآن النقطة الثالثة والتي هي مهمة جدا ويمكن هي الأهم على الإطلاق، وهي نقطة الإعادة. لأننا كيف أنت كان كيف لديك هذا النمط الحالي؟ هو عندك النمط الحالي هذا بالإعادة. فكيف ستتحصل على نمط من نوع جديد؟ ستتحصل عليه بالإعادة. الإعادة هكذا يعمل الدماغ البشري، هكذا نعمل نحن البشر. الإعادة وباستمرار الإعادة دون الملل ودون الكلل. الإعادة به. تذكر أنك أنت تفكر من 60,000 ل70,000 فكرة في اليوم. من 60,000 ل70,000 فكرة في اليوم، 90% من الأفكار هذية سلبية، و90% من الأفكار هذية هي نفسها اللي تتكرر يوميا، هي نفسها اللي تتكرر يوميا. ولذلك نقول لك أنك التأكيدات وقت اللي أنت تستعمل عبارات إيجابية من نوع أنا ناجح، أنا نشط، أنا أجيد التعامل مع الآخرين، وقت اللي أنت تستعمل العبارات هذية، الشيء هذا يعمل الشيء هذا ناجع جدا. هل تدري كيف نعرف أنه ناجع؟ لأنه دماغك يستعمل التأكيدات السلبية طبيعيا وهي تعمل. أنت ترى أنه هذا الشيء يعمل، لأنه بطبعه الإنسان عندما يكرر ويعيد في ذهنه أنه كثيرا ما يخطأ وأنه كثير التوتر، فهذا هو اللي يتحصل عليه. يعني حياة من نوعية أنه يقوم فيها بالكثير من الأخطاء، وأنه يكون عنده توتر شديد وإحساس بالتوتر الشديد. فالتأكيدات السلبية تعمل، ولذلك نعرف أنه التأكيدات الإيجابية تعمل كذلك. ومن أروع التأكيدات الإيجابية اللي نحب نقولها لك ونحب نشاركك فيها هي تأكيد إيجابي لبوب بروكتر. يعجبني برشا التأكيد هذيك، واللي هو يقول أنا سعيد للغاية، أنا سعيد للغاية وممتن الآن، لأن المال يأتي إلي من مصادر مختلفة وبكميات متزايدة وبطرق مستمرة. عندما تقول تأكيد من نوع التأكيد هذا، بوب بروكتر يقول تعيد إلى 1,000 مرة في اليوم، إلى 1,000 مرة في اليوم مدة 90 يوم، لكن النتائج التي تتحصل عليها سوف تكون مذهلة. فأنت إن اخترت أنك تعيد التأكيد الإيجابي هذا لبوب بروكتر، أو إن اخترت أنك تعيد تأكيدات إيجابية بناء على النقائص التي كنت تراها في نفسك، وهي الطريقة الأنجع في نظري، لأنه دائما
التأكيدات هذه هي شيء شخصي، هي شيء ذاتي، يعني هي شيء يريد أن يتأتى منا أحنا، نحن هما المصدر، نحن هم المرجع الأساسي لتكوين هذه العبارات التي هي ستقوينا، وليست معناها عبارات اللي هي تتناسق وتتماشى مع البشر جميعا. ملا بعد مشاركتك في هالنقاط هذه كلها، أريد أن أقول لك، أريد أن ألخص ما الذي تعرضنا له اليوم. تعرضنا إلى التعريف بالنمط paradigm، أو هو النموذج، مجموعة العادات اللي هي يحددها عقلك الباطني واللي هي تتحكم في سلوكك. ومن بعد تحدثنا على الذي يحدد هذه الأنماط اللي عندنا في مختلف مجالات الحياة، واللي حدد الأنماط هذية هي الهوية ثم اعتقاداتك، وكذلك الطريقة التي ترى بها العالم، إن كانت ودية أو معادية. ثم تعرفنا على خطوة بخطوة في ثلاثة خطوات كيف تتمكن من تغيير النمط الحالي. أولاً من خلال التعرف على النمط السلبي الذي هو يجري في عقلك الباطن. ثاني خطوة من خلال إنشاء بيان هوية جديد، والذي هو يقويك بناءً على المعتقدات السلبية اللي كانت عندك في النمط السابق، النمط السلبي. ثم ثالث خطوة الإعادة، استعمال هذه الوسيلة الرائعة الخارقة للعادة، والتي هي الإعادة، من أجل ترسيخ هوية من نوع جديد. استعمل هذه الطريقة هذه لتغيير النمط، من أجل ما أنك تتمكن من توا صنع نمط جديد في أي مجال من مجالات حياتك.